والله اخي صار له هلا اخي 5 ايام، واليوم السادس حمله شديده جدا على كفر زيته بالحرب الروسيه. مروحه كل يوم يعني 40 50 مروحه بيتجاوز عدده، وخمسه سته بيجوا سوا. بيخلص المروحه بيجي حرب روسيه وحرب حمص، وبالليل قذائف وصواريخ. حمله عنيفه جدا، يعني ما خلت لا حجر ولا بناء واقف بكل مدينه كفر زيته. وفي شهداء وفي اصابات وما في حدا عم يتحرك خالص، ولا حدا عم يقول له ليش هيك. يعني وكانه ماخذ امر من المجتمع الدولي انه يدمر البلاد كلها ويقتل كل البشر الموجودين.